كنت مغرم بالرسم والخط العربي، حبيت نمشي للمعهد معاهد فنون جميلة، ما سافريش الحظ. كانت الفكرة أني نطوع الفن هذا مع خدمتي. مشيت معايا الأمور وعملت حاجات برشا باهين، تطلبت برشا في التكوين بتاع النزل، ولت حاجة اللي نجم نعمل بيداغوجيا خاصة بالتوانسة، اللي هو توانسة ديما في العادة ما يحبوش الماتريال ياسر أو أنواع الخضرة. عملت بيداغوجيا تخص التوانسة اللي هي بالخضرة بتاعنا والماتريال الصغير الشوي والرخيص الموجود في السوق التونسية. وعملت دورة كاملة كبيرة على الجمهورية كاملة، معاهد خاصة والحكومية والنزل، وعملت تكوين حتى الفئات الكل، حتى في رياض الأطفال في يعني في الشارع في المدارس في النزل. لي الشرف أن يقود موجة تاع نقاشين شباب، سواء على طريق التواصل الاجتماعي أو في دوراتي التكوينية في النزل ولا في المعاهد. يعني حببت برشا شباب وسهلت لهم التكوين يعني باش يتعلموه. كي درت الجمهورية يعني برشا شباب حاولوا يحبوا يتعلموا، غرمتهم به وأسسنا مدرسة، إن شاء الله مدرسة تونسية خاصة للأجيال الجاية. ولي شرف أني أول من درسها في المعاهد وانطلقت من المدرسة هذه. شاركت في مهرجانات مختصة كما مهرجان نابل للهريسة والفلفل، في برشا نسخ وقشت برشا حاجات بالفلفل، وكذلك مهرجان القوارص في الحمامات. الدورة الأخرانية شاركت وكانت متميزة جدا ونجحت في يعني جلب الجمهور باش تفرج في حاجات، أنه خرج الكارفينج للشارع وخرج من الكوجينة ومن المدارس وشافته العموم وشافوه، يعني حابين نعرفوا به ونعمموه على عامة الناس. بالنسبة للفن هذا حبيت نقول اللي هو كان حكر على الآسيويين فقط، الصينيين والتايلانديين وغيره. جاء جديد لتونس، ما فماش مكونين توانسة، لقيت حاجة بالنسبة للدارس والوتلة طالبينها برشا. خدمت على البيداغوجي، خاطر مش بالضرورة تكون أنت فنان ولا شيف كوجينة في النقش باهي، مش بالضرورة تنجم تعلم ناس أخرين. خدمت على الناحية البيداغوجية وطورتها والحمد لله اسم موجود على الساحة.